عليك سي حراق. كيفاش كانت المشاركه ديال اشبال العرائج في التريابلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فصراحه المشاركه كانت مكثفه باسم الجمعيه ديالنا جمعيه اشبال العرائج ديال العقيوة. بحكم شاركتنا تقريبا ما بين 18 عداء فالنتائج كانت مشرفه. بحكم السباق كان يعني منافسه قويه مع جمعيات المغرب وخارج المغرب. الحمد لله السباق كان شويه صعب بحكم المنافسه. شنو هي الظروف الصعوبه اللي وراء جاتكم السباق؟ شويه كانت شويه ديال الرساكه التيار يعني التيار قوي قوي سما الماء شويه ديال الرياح سما بسبب الدراجات كانت الرياح. فالحمد لله الجار بحكم حنا متخصصين بالجار الحمد لله الامه دارت مزيانه والابا ديالنا حققوا نتائج ايجابيه اللي واحد كيجري معنا حتى الرتبه السابعه. شكون تكون السميه ديالو عافاك؟ محمد حميمص. محمد حميمص تخصص الرتبه السابعه في الهوات. في الهوات التاسيم العام. نعم مزيان العرائش وهذا محدث الانجاز بحكم حنايا يعني ماشي مختصين في هذه الرياضه هذه وكندخلوها ضمن الاجنده ديالنا الاستعدادات ديال العاب القوى. الحمد لله تمنينا هذه واحد النتيجه مشرفه وكنشكر الجمهور على الكتابه وكنشكر المنظمين وكنشكر الصحافه اللي تاهي ما غتبقاش علينا وكتشجعنا. شكرا لكم. شكرا. والمشاركه ديال البنات المشاركه ديال لا فيما يخص البنات فصراحه الرياضه شويه مكلفه والرياضه شويه صعبه بحكم ان احنا باقي ما عندناش الثقافه. كنبغي نوجه النداء البنات ما عندناش الثقافه الرياضيه فيما يخص البنات. فالبنات إذا جات عامت وجابت ولادها في الدراجة قلت لهم باقي حشومة. فهادشي ماشي حشومة ما فيها عيب. البنت هو تبيكالا تريني ولا تجي تعوم حتى هي الحمد لله مسبحة هو تحل واحد الشهر شهرين غيكون يعني مفتوح أمام الجميع. نتمناو الناس تجي تريني. شكرا حراق رئيس جمعية أشبال العرائش لألعاب القوى اللي كانت المشاركة ديالهم جد طيبة باحتلال المرتبة السابعة وكنتمنى لهم التوفيق لباقي المشوار الرياضي ديالهم. إذا الأجواء احتفالية في ساحة التحرير التي تحول إلى حمام فعل الحرارة الأجواء اللي دارت فيها السباق. La prueba enorme, muy buena organización y el pueblo genial, respetando todas las pruebas y con los compañeros genial, vamos, para volver a repetir otro año. Fue la primera vez, igual que la de ellos, genial. ¿Cómo ha estado la participación de vuestro equipo? Nuestro equipo, genial. Las tres compañeras del grupo de las féminas han quedado primera, segunda y tercera respectivamente. Okay. Genial. De cinco chicas que vienen del equipo han quedado tres primeras. Una muy buena participación de vuestro equipo. La primera participación o de una de ellas. Como cada año, pero necesario para repetir. Vale. كما سبب الذكر سيطرة إسبانيا على مسابقة الهوات. ثلاثة ديال الإسبانية دخلوا في المرتبة الأولى وكذلك احتلال أول عرائشي للمرتبة السابعة وهي مرتبة مشرفة ينتمي إلى نادي أشبال العرائش لألعاب القوى.